إذا مشاهدينا الأعزاء ما زلنا نتابع تفاصيل ومستجدات هذا التصويت، وانضم إلينا هاتفيا سعادة السفير جمال متولي سفير مصر لدى ماليزيا. نرحب بحضرتك سعادة السفير على إكسترا نيوز، ويبدو أن الباب باب هذا التصويت في اليوم الأول قد أغلق في ماليزيا، أليس كذلك؟ أهلا يا فندم، أهلا وسهلا، فرصة سعيدة. أهلا بحضرتك. بالفعل عملية التصويت انتهت من نص ساعة تقريبا. المسألة مشت في إطار هادئ جدا، الحقيقة الإقبال كان جيد جدا باعتبار أن اليوم الجمعة هو يوم عمل في ماليزيا، فالحقيقة فاق توقعاتي أنا الشخصية. أن أنا توقعت أن الإقبال في الساعات الأولى من التصويت هيكون يعني متوسط، يزداد مع انتهاء اليوم باعتبار أن هيكون كل من كان في عمله أو في الدراسة انتهى ويستطيع ان يحضر لمقر السفارة للإدلاء بصوته، لكن الحقيقة الإقبال منذ الصباح كان جيد للغاية. تقييمك لهذا السلوك من المصريين والجالية المصرية الموجودة في ماليزيا وحرصهم على المشاركة في هذا الاستفتاء؟ الحقيقة أتصور ان وسائل الإعلام المصرية لعبت دور مهم جدا في تنوير المواطن المصري سواء كان في الداخل أو في الخارج بجدوى وأهمية هذه التعديلات. شرحوا التعديلات بتتناول اي مواد، شرحوا التعديلات نصوص التعديلات هتتناول اي جانب. كل ده ساهم في ان المواطن يعني استطاع ان تكون لديه فكره واضحه عن هذه التعديلات، وبالتالي اتصور ان الممارسات السابقه للمواطن المصري في الاستحقاقات الانتخابيه والدستوريه السابقه كرست لديه الرغبة في أن يكون دائما مشاركا، في أن يكون إيجابيا، وبالتالي ده هو كان الدافع في حرصهم على القدوم للجنة في السفارة في ماليزيا لإدلاء بأصواتهم من أول اللجنة ما فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين. حتى هذه الاستحقاقات السابقة سعادة سفير عملت على تكوين خبرة سابقة لدى القنصليات والسفارات والدبلوماسيين في هذه الدول حتى يتم التعامل مع مثل هكذا مناسبات. بالفعل ده صحيح، لأن التجربة دائما كل ما كان في تجارب متكررة كل ما بقى أثقل الخبرة وزاد من حيزها لدى القائمين على هذه العمليات أو حتى لدى المواطن اللي بيشعر يوم بعد يوم أن مشاركته لها جدوى، أن مشاركته بتشعره بأنه شريك في بناء هذا الوطن، ودي الحقيقة كلها مسائل إيجابية يجب أن احنا نكون حريصين على ترسيخها في الأجيال الجديدة إن شاء الله. طيب سعادة السفير، هل تم تنظيم عدد من الفعاليات في ماليزيا من قبل السفارة أو البعثة الدبلوماسية المصرية هناك لتوعية المصريين بأهمية المشاركة؟ الحقيقة احنا يعني انت عارف حضرتك ان الوقت كان ضيق جدا ما بين الاعلان عن تحديد المواعيد، وبالتالي ما اقدرش اقول ان احنا نظمنا فعاليات، لكن المترددين على القسم القنصلي في السفارة من اعضاء الجالية المصرية بخلال الفترة من اعلان تحديد مواعيد الاستفتاء الى ان تم الاستفتاء الحقيقة كنا حريصين على التواصل معاهم، عملنا اعلانات، كان في بعض الجروبس اللي موجودة على السوشيال ميديا بدأنا ان احنا نبلغهم ونبعت لهم ايه هي التعديلات، النصوص المطلوب تعديلها في الدستور ايه. بشكل او باخر ده ساهم مع اللي قام به وسائل الاعلام في مصر سواء المسموعة او المقروءة او المرئية في ان المواطن اصبح لديه بلور فكرة معينة عن هذه التعديلات، وده اللي خلاه يكون عنده الدافع ان هو يشارك. الى اي مدى سعادة السفير جمال تمثل مثل هذه الاستحقاقات الدستورية يعني فرصة بالنسبة للبعثات المصرية في الخارج للتواصل مع الجاليات المصرية الموجودة في هذه الدول؟ الحقيقة الصلة لا تنقطع مع الجاليات، لكن دي بتكون زي مناسبات وطنية بيحصل فيها قدر من التلاحم ما بين البعثة الدبلوماسية او بعثتنا الدبلوماسيه في الخارج وافراد الجاليه اللي بيكونوا حريصين ان يخرج مثل هذه الاستحقاقات كعرس ديمقراطي يشاركوا فيه ويعبروا عن مشاعرهم تجاه حبهم لوطنهم وحرصهم على ان يكونوا مشاركين بشكل ايجابي في كافه المحافل. وايضا سعادة السفير بحسب الصورة التي طلعناها وشاهدناها منذ ربما مساء امس بتوقيت القاهرة وحتى الان ان هذه العملية هذا الاستحقاق الدستوري تجاوز فكرة
أن يشارك المصري أو يشارك المواطن المصري في الخارج في الاستحقاق، هو بالنسبة له كعرس ديمقراطي هو مناسبة وطنية، أليس كذلك؟ كلام صحيح 100%، وأتصور أن التجربة بدأت ترسخ عند المواطن المصري التجارب المتكررة أنه أصبح شريك، والشريك يجب أن يكون إيجابيا، يجب أن يكون فاعلا، وده الحقيقة اللي بلمسه مرة بعد مرة. الملفت للنظر كمان النهاردة الصبح ان اللي كانوا حريصين على القدوم في الساعات الاولى بعد فتح اللجنة للتصويت هم الشباب، وده شيء ايجابي جدا ان هو الشباب اصبح لديه احساس بالانتماء اكبر، عنده رغبة في المشاركة، عنده رغبة في رسم المستقبل، ودي كلها مسائل ايجابية ان شاء الله تترسخ مع التجارب القادمة ان شاء الله. طيب اخيرا سعاد سفير، هل كل دول شرق اسيا جنوب شرق اسيا لدينا فيها بعثات دبلوماسيه، ولا ماليزيا يعني ممكن عدد من المصريين موجودين في الدول؟ لا لا عندنا عندنا طبعا عندنا سفارات، عندنا سفارتنا في اندونيسيا، عندنا سفاره في سنغافوره، عندنا في تايلاند جنبنا هنا، وكلهم تقريبا لان مفيش فرق توقيت بيننا وبينهم، كلهم تقريبا اغلقوا اللجان في نفس التوقيت من حوالي 45 دقيقه من الان يعني. طيب اعتذر على الاطاله سعاد سفير، لكن اسمح لي اطلاقا ربنا يخليك، اسمح لي اسال حضرتك هذا السؤال عن كيف استقبلت وسائل الاعلام في ماليزيا هذا الاقبال من المواطنين ومن الجاليه المصريه في هذه في هذا الاستفتاء؟ الحقيقه لسه مفيش ردود افعال من الاعلام لان احنا لسه بادئين النهارده. فالردود هتبتدي تتبلور على بكره وبعد بكره، بحيث ان وسائل الاعلام اللي بتتابع هتبتدي تنشر الاخبار، تشوف بالظبط الاقبال شكله ايه، هتنشر اكيد بعض الصور، لكن من المبكر جدا دلوقتي ان اقول لحضرتك وسائل الاعلام نقلتها ازاي، لكن المؤكد ان وسائل الاعلام الماليزيه نقلت الخبر عن وكالات الانباء الاخرى ان هناك استفتاء في مصر يجري، سواء في للمصريين في الخارج او للمصريين داخل الدولة، ونقلوا كمان التواريخ بتاعتها، لكن ردود الافعال الحقيقة من المبكر ان اقول لحضرتك دلوقتي هم يعني هيرصدوها ازاي وهتكون في اي اتجاه، لكن المؤكد انها في اتجاه ايجابي، لان انا بقول لحضرتك انا شخصيا فوجئت من الاقبال من الساعات الاولى لبدء التصويت. وبطبيعة الحال وسائل الاعلام هي تعكس الواقع، والواقع يقول ان هذا المشهد هو مشهد وطني ومشهد مشرف من قبل الجاليه المصريه. نعم سعاد السفير، نعم سعاد السفير، خليني احيي في النهايه كل من حرص على انه ياتي للسفاره ويدلي بصوته في ويمارس حقه الديمقراطي، لان ده بيعكس قدر كبير جدا من الوعي والفهم لكيف يمكن بناء المستقبل للوطن العزيز اللي احنا كلنا بننتمي ليه. بطبيعة الحال سعاد سفير، واسمح لي أن أتواصل معك لاحقا لمعرفة طبيعة هذا الاستفتاء والأجواء التي تشهدها ماليزيا في هذا الاستفتاء حول التعديلات الدستورية. سنتواصل معك لاحقا بمشيئة الله. شكرا جزيلا سعاد سفير جمال متولي، سفير مصر لدى ماليزيا.